الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رئيس الاحتفال المؤقت والمستمعين الكرام وأساتذة الأجلاء وزملائي في الفصول، بهذه المناسبة السابقة أريد أن أعبر أمامكم عن عواطفي ومشاعري التي تموج وتجول في قلبي عن الركن الركين من الإسلام والجهاد في سبيل الله. أيها المستمعون الكرام، إن الدلائل والبراهين على الجهاد وأهميته واضحة أوضح واضحة أوضح التي تسع نصيبا كبيرا من القرآن والحديث النبوي الشريف. ويقول الله تبارك وتعالى بغاية من الوضوح والبيان: وجاهدوا في الله حق جهاده واقتلوهم حيث لقيتموه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. وحتى على الاستعداد الحربي فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا يا بني إسحاق فإن أباكم كان راميا. وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأذن رجل في السياحة فقال: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. وما إلى ذلك من الدلائل الوفيرة الكثيرة. أيها الأحباء، إن هذا الجهاد لماذا شرع ولماذا أذن له؟ إنه شرع لإعلاء كلمة الله في الأرض، إنه شرع لتطهير الأرض من أرذال الظلم وأرذال الجور، إنه شرع لإخراج العباد من عبادة الإمام عباد إلى عبادة الله وحده، إنه شرع لإقلاع جبابرة الفراعنة الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، إنه شرع لإقامة الخلافة الإلهية التي تستعبد الإنسانية وتستنبط ذخائرها. أيها الأعزاء، إن هذا ركن المدينة من الجهاد يطالب من صاحبه أن يكون مسلحا مدججا بالقوة الروحية التامة وبالقوة الإيمانية المتلفقة. إنه يطالب من صاحبه أن يكون عاليا متطهرا من شهوات النفس وغرائزها، وأن يكون بعيدا كل البعد من الرياء والسمعة والشهرة. فبهذه الشروط اللازمة إنه يقوم بدور هام في القضاء بين الحق والباطل ويستنصر النصر الإلهي من فوق سبع السماوات. فرض عليهم الجهاد في سبيله دفاعا عن الحق ولتخليص البشرية من الظلم والفساد والبغي والاضطهاد الذي يمارسه أعداء الله. فأصبح الجهاد في سبيله شعار هذا الدين وعز هذه الأمة، فما تركت أمة الجهاد إلا ذلة وهانت. ولهذا كان الجهاد في شرعة الإسلام فريضة لازمة لا بد منه لنيل العزة، وكان ذروة أعمال الإسلام. أيها الإخوان، إن وهذا هو الجهاد الذي يقلب التيار ويغير الزمان ويزلزل في بلاد الحكام زلزالا شديدا. وهذا هو الجهاد الذي تنتظره البشرية اليوم. فندعو الله أن يمهد له السبيل تمهيدا عاجلا ليتم نوره ولو كره الكافرون. وقد دعا الرسول الكريم بأن ينصره الله على أعداء الدين فقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. فلا بد إلى من الاستعداد ثم اللجوء وطلب النصرة منه. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. نسأل الله تعالى أن يرمي كلمته وأن ينصر دينه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.